نحن اليوم بصدد تنظيم المعرض في دورته الثانية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار الابتكار في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه المحطة تعتبر فرصة لتلاقي كل المقاولات الاجتماعية والتعاونيات والجمعيات الفاعلة وكذلك المؤسسات الفاعلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإبراز كل كفاءاتهم في هذا المجال. هي فرصة أيضا لتبادل يعني التجارب وكذلك الخبرات، وأيضا هي فرصة لعقد الشراكات فيما بينهم. أيضا هذه المحطة هي أيضا فرصة للتعريف أكثر بكل مؤهلات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بالنسبة للمنتوجات كنديروا تربية النحل وإنتاج العسل وتتميل المنتوجات الفلاحية، منها تقطير الزيوت الطبية والعطرية. الإضافة في المشاركات ديال المعارض من ضمنها تسويق المنتوج والتعريف بالمنتوج داخل وخارج أرض الوطن. يعني كل ما شاركنا في المعارض كل ما كتزاد الفرص ديال مبيعات يعني المنتوج ديالنا. سي مدام جاي فاطمة جوب، اوني ريزيدان ايسي ا فيز. À l'occasion de cette foire internationale, pour la première fois qu'on en participe, on est là au nom de l'association Initiative Autonome du Développement Local de Sada. Donc, on est venu pour présenter nos produits africains, plus particulièrement sénégalais. Et à cette occasion, on remercie Son Excellence le roi Mohamed VI. Justement, c'est ce que j'ai dit davantage, nos produits sénégalais, on a les denrées alimentaires sénégalaises comme nos couscous, les céréales. Nos céréales sénégalaises, comme le mil, comme le maïs, comme l'oseille de Guinée qu'on appelle le bissap chez nous. On a le beurre de karité, on a le miel de chez nous, les poissons secs,